سلام، أنا رجاء. رجعت لكم بفيديو جديد، صلوا على النبي. ويلا نبدأ. قبل ما أبدأ الفيديو حابة أقول لكم آسفة على القطعة، وحقول لكم هو فيديو ثاني إن شاء الله. فاليوم حابة إني أبدأ بالقصة، وخلونا نبدأ بالفيديو. سلام، أنا اسمي جوان وعمري 17 سنة. أنا إنسانة انطوائية من ما كنت صغيرة، يعني ما كنت يعني أعرف أتكلم أو أسولف، يعني كل ما حد يتكلم معايا أرد عليه بكلمة، إذا ما حد سألني ما أتكلم أبدا كذا. يعني شخصيتي كنت مجتمعية، مو إني ما كان عندي صديقات. يعني خلال 17 سنة تقريبا بس 3 أو صديقتين بس اللي إيش كونت صداقات معاهم، وكان كلها خلال الفترة الدراسية. بعد ما تخرجت من المدرسة من الثانوية ما صار عندي، يعني كلهم علاقتي فيهم قلت وبعدين انقطعت نهائي. فأنا بعد الثانوية كنت يعني طفشانة، وكنت بس في البيت من البداية. عجبني الوضع انه انا في البيت لحالي. انا ما احب، انا انسانة ما احب كذا الجمعات، وما احب كذا يعني انه الناس تكون عيونها علي زي كذا، عرفتوا انه كذا احس اني مو مرتاحة. فانا كان عجبني انه اقعد في البيت. فسبب ظروف صارت انه ما قدرت اكمل الدراسة اللي هي الجامعة، فكنت قاعدة في البيت. وقعدت سنة وطفشت، وكان عندي اخت. طبعا اختي كانت اجتماعية عكسي تماما، فكان عندي صديقات، كانت تطلع جامعات. طبعا هي كانت اصغر مني، كانت تطلع جامعات وتروح عزايم وزي كذا. فانا قلت انه يوم من الايام اطلع معاها عشان أغير جو وكذا، يعني أحاول إني أغير من شخصيتي وأكون صداقات وأدخل شيء بالمجتمع زي كذا. المهم صرت أروح معاه العزايم مع البنات والطلعات والمقاهي وزي كذا. فمن البداية الوضع كان شوي ممل، إنه كنت يعني في الجامعات كان البنات يسولفوا وزي كذا، وأنا كنت قاعدة لحالي ولا كان عندي سالفة أفتحها. يعني ما كنت أعرف إيش أقول، يعني إذا في أحد يسألني أرد عليه بنفس يعني كلمة فأسكت، وإذا ما يعني الشخص اللي معايا ما بدأ بالكلام أنا ما راح أبدأ، إذا ما كمل الكلام أنا ما راح أكمل. زي كذا كانت شخصيتي. فأنا حاولت إني أغيرها بس ما قدرت، لأنه يمكن ما ارتحت للناس، لأنه الناس ما تعطي فرصة. إنه مثلا ما أدري كيف أشرح لكم، بس إنه أنا مرتاح بشكل عام، فكنت بس أمشي معاها عشان أغير جو وأتفرج وزي كذا. فالمهم في يوم من الأيام أختي راحت عزومة، فكان في بنات كثير وأختي كانت ما تعرفهم كلهم، وأنا كنت قاعدة أمشي أتمشى. يعني كان هو يعني ذي الاستراحة، فأنا كنت أتمشى ويعني أشوف البنات قاعدين يسولفوا، كل واحدة معاها واحدة قاعدين يسولفوا وزي كذا، إلا أنا كنت أمشي لحالي، ما يعني كذا ما عرفت ايش اسوي. فالمهم جذب انتباهي بنت. طبعا البنت هي تقريبا عمرها 20 19، بس شخصيتها وتصرفاتها وستايلها كأنها مراهقة. يعني هي عشرينية بس تتصرف كأنها عمرها 13 وزي كذا. فأنا استغربت من شخصيتها، فرحت كذا، مو قعدت معاهم، هم كانوا شلة يسولف، وفي كانت تسولف وكان كلهم يسمعون لها. فأنا قعدت من بعيد وصرت أسمع معاهم، وهي شافتني إني أنا قعدت وأسمع معاهم بس ما اعترضت بكل شيء، مع إنه في بنات إنه يقولوا مين هذه وليش قاعدة تسمع سوالفنا، بس هي ما اعترضت، بالعكس قاعدة تتكلم وتشوفني كمان. يعني المهم إنها هي كانت إنسانة اجتماعية عكسي تماما. حسيت إنها متصنعة شوية، إنه كانت تجامل مرة كثير، وكانت بس تبتسم والبنات اللي معاها يعني مثلا يقولوا لها شيء فكانت ترد عليهم بشيء يعجبهم. يعني كانت تحب ترضى الكل، كانت إنسانة تحب ترضى الكل، وما تحب إنه أحد ياخذ فكرة سيئة عنها، ما تحب إنه الناس يكرهوا كذا. أنا يعني أنا ما أحلل شخصيات وما قاعد كذا، بس يعني أول ما شفت شخصيتها كذا حسيتها لأنها مرة جامل. المهم أنا استغلت الفرصة إنه هي
تجامل وما تقدر تقول لا، فرحت عندها وصرت أسولف معاها يعني، وارتحت يعني وأنا أسولف معاها وزي كذا. فعطتني سنابها وأنا عطيتها سنابي، وصرنا نسولف كل يوم، وكل ما يصير عزايم نروح نتقابل سوا. يعني هي يعني صارت زي صديقتي. وبعدها يعني بعد ما هي يعني تعرفنا وزي كذا، مع مرور الأيام صارت تقول لي شوي شوي عن مشاكلها وزي كذا، واكتشفت انه حياتها يعني عندها مشاكل مرة كثير. ورغم ده كله انه هي ايش قاعدة تتصنع، هي قالت لي انه هي ما قاعدة تتصنع، هي تحاول انه ما تبين حزنها او يعني تعطي طاقة سلبية لأي أحد. فكانت طول الوقت مبتسمة وتجامل يعني زي كذا كانت. فلما كانت تحكي لي يعني إنه عندها مشاكل في حياتها، وإنه هي كان عندها صديقتها الطفولة، وإنهم هم يعني ما صاروا صديقات بسبب مشكلة، فهي كانت مرة متعلقة فيها عكس صديقتها اسمها، طبعا البنت اسمها أنوار، نسيت أقول اسمها. وأنوار كانت زي ما قلت لكم متعلقة بصديقتها نجود، وهي ونجود ما صاروا صديقات لأنه صارت مشكلة بيناتهم في إيش يعني صديقتها صديقات طفولة اتفرقوا بسبب مشكلة تافهة. فالمهم كانت أنوار متعلقة بنجود عكس نجود، نجود كان ما كان يهمها أصلا أنوار موجودة ولا، كانت يعني ما كان عندها خاطر، يعني ما كان عندها يعني زي إيش أقول لكم، كيف أشرح لكم، المهم ما كانت تهتم لها. فالمهم كانت أنوار تحكي لي عن مشاكلها، وكانت تحكي لي عن نجود، وكانت تحكيني وأنا بس أسمعها، وحزنت عليها وكذا. يعني صرت إيش أتعاطف معاها وأعملها يعني حسسها إنها هي إنه عادي مشاكل عادية زي كذا، يعني كنت أكلمها أنصحها نصائح عادية. مع مر الأيام هي بدأت تشك فيني، يعني مثلا هي إذا طلعت مكان كانت تقول لي، أو إذا طلعت معايا كانت تقول لي. فقالت إنه من هذه الأيام كل ما أطلع أمي وأهلي يدرون أنا وين أروح، ما أدري مين اللي يقول وزي كذا. كانت قاعد ترمي كأنها قاعد تقصدني إني أنا اللي أكلم، بس أنا ما كلمت ولا رديت على كلامها، وكملنا اليوم عادي. فالمهم في يوم من الأيام جات عندي أنوار وقالت لي أنا اتكلمت عنك عن نجود، ونجود يعني عملت لي حظر ما ادري ليش، وانتو ايش بيناتكم، وهي ليش عملت لي حظر، ومن هالكلام اللي فهمته انه انوار راحت تكلمت لنجود عني وقالت لي انه انا صديقتها الجديدة وزي كذا. فالنجود غارت من هذا الشي، فايش قاعدة تحاول انها زي انه ايش تقول لها انه هي وخليها تنفعك وزي كذا، من هالكلام تحرضها عليا. فأنا مع الأيام صرت أشوف إنه أنوار كانت تزيد شكوكها علي، رغم إني أنا نيتي أبدا ما كانت خبيثة تجاهها، وما كنت أحرضها ولا كنت أقول أي شيء، بس إيش هي لدرجة إنها شككتني بنفسي إنه قبل ما أكلمها لازم أفكر بالكلام اللي أقوله 1000 مرة عشان إيش ما تشك. كانت إنسانة شكاك مرة. فالمهم انا يعني ما عجبني الوضع، يعني حسيت اني في ضغط، وانه كل هذا انه يصير انه يصير وانا ما لي ذنب فيه. فايش انسحبت من انوار، وهي صارت تقول انه انتي انا اعتبرتك صديقتي، من هالكلام كانت يعني زي انها قاعدة تعاتبني، مع انه انا ما سويت اي شيء بس كانت تعاتبني. واكتشفت ان هي انسانة مرة نرجسية وانانية، فمدد لها حظر، ورغم اني انا مرة زعلانة اني عملت لها حظر، بالرغم اني انا ما اثبت اني انا يعني ما لي علاقة بمشاكلك او بطلعاتك. المهم يعني بعدين انا عملت لها حظر وما صار في بيننا تواصل، وانا يعني يوصل لي اخبار للحين لانه هذا يعني كل الناس يعرفوه. المهم انه انا قطعت علاقتي فيها، وما أدري صراحة إذا راح أرجع أكلمها أو لا، بس إنه أنا تعبت من الشكوك اللي كانت تجيني وأنا مالي أي علاقة. فقلت لها هذا الشيء، وضحت لها السبب،
انه انت تشكي فيني وانا ما صرت ارتاح زي كذا قلت لها. المهم الحين انا يعني صار لي يمكن اسبوع وما كلمتها، فبس كان هذه قصتي وبس. لو عجبكم القصة لا تنسون تضغطون زر اللايك، زر الاشتراك، وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبس أحبكم، باي. ولا تنسوا تستخدموا كود الخصم من نون.